ارتفع على 10 لانشات. لا مش كتير علشان يوصلوا للمراكب اللي بره المينا كمان. طب انا هبكلمك في التفاصيل بعدين. خلاص بقى يا اخي، قلت لك اكلمك بعدين. مع السلامه. خير يا حبيبتي، في حاجه؟ بابا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضلي تحت امرك. هو علي عمل لك ايه؟ علي؟ مين علي؟ حضرتك مش عارف مين علي؟ اظن علي شاب ما يتنسيش يا بابا. ده اللي انت جيتي هنا علشانه؟ وهو نفس السبب اللي خلى حضرتك تيجي هنا وخلاك تفتح المشروع الكبير ده. بالحقيقه يعني هو الفضل. تحبي اني ابعت له اشياء؟ بابا انا مش عايزاك تبعت لعلي فلوس، انا بطلب منك حاجه واحده بس. هي سيب علي في حاله. هو اشتكى لك مني في حاجه؟ انا للاسف ما بشوفهوش، بس انا عرفت ايه اللي حصل له. خير؟ حصل له ايه؟ مراكبه يا بابا. مين اللي خرب مراكب علي؟ هو علي بتاعك ده عنده مراكب؟ بصراحة مش فاهم حاجة من اللي انت بتقوليها ليه ابدا. فعلا؟ امال الريس جمعة بيجي عند حضرتك كل يوم بيعمل ايه؟ حبيبتي ما انا قلت لك قبل كده الريس جمعة ده من اول انفار بيجيب لي ناس بيساعدوني في الشغل. على فكرة انا سمعت كل اللي بيدور بينك وبين الراجل المؤذي ده. صدقيني انا ماليش ايد في حاجة ابدا. انا ليه اضيع وقتي في كلام صغير زي ده؟ وبعدين انا ايه اللي هستفيده؟ احب اقول لحضرتك ايه اللي هتستفيده؟ ايه؟ علي بتاعك ده هينافسني بشغلي؟ لا، هينافسك في بنتك. الله، هو انت مش قلتيلي انه مش عايز يتجوزك؟ غير لما يبقى جدير بيا. طيب واحد بالاخلاق دي انا هحاربه ليه؟ عشان ما يشتغلش وبالتالي ما يبقاش جدير بيا وبالتالي ما يتجوزنيش. مش فاهم. بابا حضرتك عندك امل ان انا اتجوز عمرو، بس انا عايزه اطمن حضرتك، عمرو ده لو اخر راجل في العالم، انا مش هتجوزه. مديحه يا بنتي، أنا مانيش ضامن عيشتي. الإمبراطورية دي كلها أنت اللي هتديريها. أخوك له اتجاهات تانية. الإنسان الوحيد اللي أثق إنه ممكن يقف جنبك ويساعدك هو عمرو. ليه؟ علشان أخو مراتك؟ علشان مستواه الاجتماعي يسمح له إنه يتجوزك. لكن اللي اسمه علي ده أنا مانيش فاهم هو هيوصل لإيه. وبعدين بصراحة يا بنتي مستوى عيلته ما تناسبناش. أولاً أنت مش بدي فرصة لعلي علشان يشتغل يبقى كويس. ثانيا موضوع العائلات ده اللي انا اعرفه يعني ان احنا ما كناش من العائلات الكبيره. وبعدين مين بيتكلم في العائلات دلوقتي غير ناس معقدين؟ على العموم حكايه المراكب اللي انت بتتكلمي عليها دي انا ماليش ايد فيها ابدا. انا اللي انا اعرفه ان هو له اعداء كتار قوي هنا. وحضرتك اللي بتحرك كل الاعداء دول مظبوط؟ انا ماليش اعداء، انا ليا منافسين. هو علي هينافسك في ايه؟ انت مش لسه دلوقتي قايله لي انه عايز يتجوزك؟ هينافسني فيكي، عايز اخدك كده من غير ثمن. ما يعرفش ان انت تمنك غالي قوي. وعلي كمان، علي عندي تمنه غالي قوي قوي يا بابا، ومش عايزه حد يقرب منه والا انا بجد هزعل قوي. الحمد لله على السلامه. معلش يا ست اوسه اتاخرت عليكي. يوم ولا يهمك يا حبيبتي. قولي لي بقى عايزه تروحي فين؟ انت اللي بتساليني، امال انت حضرتك بقى لازمتك ايه؟ قصدي يعني عايزه تشتري ايه بالظبط؟ هشتري ايه؟ كور كفر؟ هشتري بضاعه يا سمك؟ ايوه بضاعه لونها ايه يعني؟ حاجه على الغالي كده ولا حاجه على قدها؟ والله صراحه ربنا بيني وبينك عايزه اشتري كده سكالانس، يعني من ده على ده. حلوه سكالانس دي.